مركز الانتخابات مال الوادي حجر والطيران والدندان الجوسق، وان شاء الله سهله وماكو اي زحام، وخلال 5 دقائق عاي تمشي الناس المواطنين عاد الحمد لله والشكر. والله جيده جدا، والله جيده جدا اخويا، خلي الناس كلها تجي تنتخب وكلها تجي تطلع البطايق مالها وتنتخب كفي. والله اخويا احنا نريد الواحد الزين يظل بمكان الزين، والما زين نقول له مع السلامه روح في امان الله، انت ما تفيدنا، احنا تعبنا هلكنا 4 سنين لا شفنا ضيم بلي على الله، اكبر واحد ما شاف الضيم هلكنا احنا. والله جيده جدا، والله الناس مستاهلين وخص المركز الانتخابي جيده جدا. والله هالساعه سفت الجو هالساعه توني جيت. والله بعد لي هالساعه ما طلعت. ايه لا ما في ازدحام. والله ان شاء الله جيده جدا ان شاء الله، احنا ندور على الانسان الشريف اللي يحضننا، لان احنا بلد تعب، احنا بلدنا تعب. تحج ابويا تعبنا احنا. شوف والله الحمد لله ان شاء الله جيده جدا، واحنا نتمنى من الله عز وجل ان نريد الرجل المناسب المكان المناسب، هذا اللي نريده احنا. والله حيل جيده الحمد لله، حيل جيده والجماعه حيل زينين المفوضيه ويسهلون الامر والجراء صحيح حيل زين. والله ما صار لي تقريبا 10 دقائق والساعه كملت تقريبا من ربيعه. اي نعم شلون ما نشارك؟ اي صحيح ان شاء الله اكو افضل. اي نعم اكيد، هذا اول شيء الشخص المناسب. هذا تو من يجي هذا؟ هذا مو مال المركز، يعني هاي الناس تعبانه وبالشمس قاعده من الصبح الى العصر، هو هذا حاله ما يصير. ها هاني من الساعة 6:30 هنا لحد الآن. ها؟ نشارك شو نشارك؟ ندحج على حالتنا شلون؟ بالشمس عطشانين، الناس تعبانة، قاعدة بالشمس وهذا حال. ما هم ما مهتمين بالانتخابات. غير يسوون مكان للشعب يقعد ويرتاح به حتى يشوف راحة. ان شاء الله نقول ان شاء الله والله نشوف ان شاء الله الاحوال تتبدل. والله الحكومه لا شغل لا عمل لا كل شيء، ماكو الناس بطاله ومفتسه من الجوع ولا خدمات ولا مي، حتى ناس مي ما شبعانه. هذا مدرسه الفلاح منطقه الجوسق. طيران طيران, طيران.